لا طاقة لك. أيا كانت حالتك المزاجية أو الذهنية أو الجسدية، أيا كان ما تشعر به، تعب، كسل، نعاس، جوع، أو حتى الرغبة في فعل لا شيء، الحركة قادرة على أن تغير هذه الحالة تماما. هكذا يقول علماء النفس، الحركة تولد الطاقة. أن تقوم من مجلسك وتذهب للوضوء حيث يصافح وجهك وأطرافك الماء، ثم تخطو إلى المسجد ذهابا وإيابا، هذا العمل سوف يمدك بقدر من الطاقة قادر أن يبدد أي شعور سلبي ذهني أو جسدي تشعر به. لكن للأسف يظن الكثير ممن لا يصلون أن بقاءهم في حالة الراحة والاسترخاء سيغير من تلك المشاعر السلبية التي تمتلكهم، فيبقون في مجالسهم تحت حالة لا شيء ويتأسفون أن مزاجهم سيء أو أنهم يشعرون بالتعب. الوضوء. عند الوضوء تحدث تغيرات كبيرة في أجسادنا، فعندما يمس الماء البارد أطراف الجسد كاليدين والقدمين والوجه يضيق شريان الدم فيها نتيجة لانخفاض درجة حرارتهما، وبالتالي يزيد سريان الدم إلى هذه المناطق من الجسد لموازنة درجة الحرارة العامة. سريان الدم هذا يزيد من حيوية الأعصاب الموجودة في هذه المناطق، وبارتباط هذه الأعصاب بالعصب الرئيسي في المخ يجدد الإنسان نشاطه بعد الوضوء نتيجة لنشاط المخ. لذلك جرت العادة بصب الماء البارد على رأس ووجه المغمي عليه حتى يستعيد وعيه. فصب الماء البارد ينبه المخ إلى ضرورة سريان الدم إلى هذه المنطقة، مما يساعد على سرعة إفاقة من فقد وعيه. وأيضا أثبتت الدراسات أن الذين يتوضؤون ويستنشقون ويستنثرون عدة مرات يوميا قد ظهر الأنف عند غالبيتهم نظيفا خاليا من الميكروبات، في حين أعطت أنوف من لا يتوضؤون مزارع ميكروبية ذات أنواع متعددة وبكميات كبيرة. فالوضوء يقي الأنف من الأمراض ويمنع الجراثيم من الانتقال إلى الجهاز التنفسي. وهناك حقيقة، وهي أن نسبة الإصابة بسرطان الجلد قليلة في البلاد الإسلامية رغم ارتفاع درجة الحرارة في معظم هذه البلاد، لأن الوضوء يزيل المواد الكيميائية الضارة الناتجة عن العرق قبل أن تتراكم وتتجمع على سطح الجلد. كما أنه عندما تسقط أشعة الشمس على الغلاف الجوي تبدأ طبقة في الغلاف الجوي بالتكهرب نتيجة لامتصاص الأشعة السينية والفوق بنفسجية من الشمس. هذه الطبقة تسمى الإينوسفير، التي تقوم بإسقاط شحنات كهربائية على الأرض، وتتأثر جميع الموجودات بهذه الشحنات الكهربائية حتى البشر. وفي تجربة ممتعة ومثيرة قام مقدم البرنامج العلمي البريطاني ريتشارد هامرد بوضع دلو من البنزين داخل بيت خشبي صغير مغلق، ووضع داخل هذا البيت أحد أطراف سلك موصل للكهرباء، وعلى بعد مسافة كافية ارتدى أحد الأشخاص بدلة من الصوف ووقف داخل وعاء بلاستيكي. سأذكر لكم لاحقا الحكمة من الوعاء البلاستيكي. ثم قام بحك أطراف جسده بعضا ببعض لعدة دقائق، ثم لمس بإصبعه الطرف الآخر من السلك فانفجر البيت الخشبي، مما يعني أن جسده قام بتوليد شرارة كهربائية والتي انتقلت عبر السلك إلى البيت الخشبي المعبأ برائحة البنزين فانفجر البيت. فأثبتت التجربة أن جسم الإنسان يحتوي على شحنات كهربائية، لذلك كانت الحكمة يأمرنا الله تعالى بأن نغسل أطراف الجسد، نهايات الجسد عند الوضوء حتى نزيل هذه الشحنات الكهربائية الضارة
بالرغم من أن هنالك مناطق أخرى يزيد فيها التعرق أو الغبار، ولكن جاء الأمر بغسل نهايات الجسد فقط. فالغرض الأساسي هو تجديد الطاقة بإزالة الشحنات الكهربائية الضارة. وعلى الجانب الآخر يأمرنا الله تعالى بالتيمم في حالة عدم وجود ماء، والتيمم هو الاتصال بالتراب أو أي شيء من جنس الأرض كالحجر، لأن الاتصال بالأرض أيضا يبدد الشحنات الكهربائية الضارة. وهذا كان الغرض، أن يقف الشخص داخل وعاء بلاستيكي أثناء التجربة حتى يكون معزولا عن الأرض، فاتصاله بالأرض سوف يبدد الشحنات التي نشأت نتيجة لحك أطراف جسده ببعضها. آمل أن تكون نظرتك تجاه الوضوء قد تغيرت. فالوضوء مصدر مهم وأساسي للطاقة، فعندما تشعر بالكسل أو التعب أو الرغبة في فعل لا شيء عليك بالوضوء قبل أن تقوم بأي عمل مهم يحتاج التركيز. عليك بالوضوء حتى في غير وقت الصلاة. يقول سيدنا صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول حين يفرغ من وضوئه: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب جنة التمام يدخل من أيها شاء.